انا اخوتي الشتاء جرات عليا عن هوده فحالي. يلا مريم يلا مريم نكملوا. ايه هي الخير دي الشتاء يا ودا الخير، الصلاه للنبي الخير. اخوتي شوفوا الجو طاطب. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وفي احسن ظروف ان شاء الله. المهم فيديو جديد ونهار جديد، عمل معكم واحد البريوش اللي صراحه كيجي واعرين، لا في المذاق ولا في المنظر. اللي عملوه عملوا ولادكم يمشيوا للمدرسه. المهم غنبدا معاكم اليوم، صورت غير وحدي. عبد الواحد مشى خدام، خدم مسكين في الصباح بكري مع الفجر وجا عيان خصو ينعس، قلتلو صافي نعس نتينا وانا نعمل فيديو غير بحديتي، واكيد المشاهدين ديالي غيقبلوا عليا على التصوير على كلشي. المهم وصلت حتى لهنا، ما تنساوش جيم جيم وكومونتير مزيون واشتراك في القناه اللي باقي مشتركش لحد الان، باقي ما في القناه سلمى عبدو يشترك باش يعاوننا ان شاء الله ونستمروا معاكم والعائله اليوتيوبيه تكبر معاكم ان شاء الله باذن الله. المهم غنقرب الكاميرا وغنوريكم شنو عندي هنا اللي غنعمل بها البريوش. المهم المقادير عندي هنا كاس د الحليب، غنحط هاد كاس د الحليب زلافه، هو هذاك زلافه د الحليب غنعملها هنايا دافيه، وغنزيد عليه زلافه السكر صغيره، زلافه هادي صغيره، وغنخلط بعدا بهذا. المهم دابا غنزيد شويه د المليحه، غنزيد هاد السكر فانيلا، معلقه د الزبده باش تهشم باش يجيو حشاشين، وغنخلط بهذا، غنخلط هيدا وحد، غنزيد الزيت دابا غنزيد الخميره عجينه. كون عندكم ديك الخميره د الحبوب، المهم انا عندي الخميره عجينه. غنزيد جوج البيضات، وحده غنعملها بكلشي ديالها، وحده غنزول هذيك الاصفر ونخليها نخليها للتزيين. غنزيد زلافه الزيت صغيره، شويه زلافه صغيره بحال كاس تكون نصها. المهم دابا غنخلطها هيدا، دابا من بعد ما خلط دابا غنزيد هذا الساشي ديال الخميره، هذه غير صغيره ديال الحلوه، وغنزيد الطحين. الطحين البنات عندي مغاربل غير عملته هنايا باش يجيكم شي الفيديو طويل. ودابا غنخلطهم بيدي الطحين على حساب النوعيه اللي عندكم نتوما، كاين الطحين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، وغنعجنهم ان شاء الله ونرجعوا معكم يكون العجين ديالو خفيف باش يجيو مهاويين ومقطنين ان شاء الله. هانتوما من بعد البنات ما جمعت بديك الحليب، دابا غنزيد شويه د الماء دافي غير شويه، الماء يكون دافي صافي، وغنعجن العجينه ديالي. وانتوما البنات من بعد ما جمعتها عجنتها وجمعتها بشويه الزيت، الزيت العاديه، دابا نعملها البلاستيكه الريح، وغنشبر هاد الرقيعه هادي وغنغطيها وغندخلو غنعمل واحد الملطه غليطه. شوفوا الشتا بدات تطيح تبارك الله، الزنك بداو يتخمرو، اللهم هادي رحمه يا ربي زيدنا من خيرك. دابا شتيو بدا الشتا بدات تطيح، غندخل فحالي نكمل معاكم لداخل. انا خوتي الشتاء جرات عليا عن هوده فحالي. يلا مريم يلا يلا مريم نكملو داخل الشتاء، الله على خير. هانتوما البنات من بعد دابا ما ختمر لي، دابا غنعملو كويرات صغاري.
نخمرو وغنطلق النار وين تجينا وين تجيكم من اخوتي. شوفوا الجو طاب، دابا غنعملهم في الفرن. يبالكم ديك شي متسلس وهادي دابا المغرب. ودابا من بعد ما ختمرو جبت شويه ديك البيضه اللي بقات لي ديك الصفه، زديت عليها شويه د نسكافي وعندها نوجهم كامل. ايه يا الخير دي الشتا يا ودا الخير، الصلاه للنبي الخير. جبرتني انا باقه حسرتني الشتا، ما مايلين نمشي الفرن، ما مايلين ندخل. المهم المشاهدين، ما جاوش مزيان، ماشي ما جاوش مزيان، لا داق شويه ناقص 90% مزيانين، 10% سماء عجبات خصك تكون 100%. المهم نقول لكم هذا ما ايوا من العيال بلا قوام من الضياف. تهلاو على براسكم، السلام عليكم.